يا بخيا يا بخيا طبت ليتا طبت حيا. حياك الله يا ابا احمد. امسيت شهيدا ضاقت الدنيا علي. كنا هنا لنثبت لكل من تخاذل علينا باننا مستمرون بثورتنا حتى اخر حتى تحرير اخر شبر من ارضنا المحتله. نحن نعتبر الروس هم محتلين، ونعتبر الايرانيين محتلين، ونعتبر بشار الاسد هو كما يدعي انها مزرعه له، لا لهذا كله. سوف نبقى هنا موطني.